هدا غيكون تطبيق القانون. والشربه اللي كتكركر عليا العالم كيموت وانت كتكركر. خل دارك غبر كتكركر على بزيناتك. دخلوا ديوركم غادروا السوق غادروا السوق. اللي بقى غيتحمل المسؤوليه ديالتو غادروا السوق. اجي لينا شوف اجي لينا حيدوا هاد الزبل لينا. شكون اللي مسؤول عليه؟ حيدوا هادشي لينا. يلا وحيد هادشي لينايا. غادروا السوق. جمع داكشي ديالك انت اللي درتي. هاني جار ليا داكشي. اه الشريف اه الشريف جمع داكشي اللي قدام حيد ديك الزباله. على مواكبتكم للانشطه ديال المديريه. احنا الان يلا حضرنا جزء من الاقصائيات الاقليميه للمسرح المدرسي. طبعا اهميه المسرح لا يختلف عليها اثنان، فهو ابو الفنون كما كان يسمى دائما، ولكن احنا من الجانب التربوي هو واحد النشاط مهم في الانشطه ديال الحياه المدرسيه اللي كيمكن التلاميذ انهم يثقلوا المواهب ديالهم وانهم كذلك يمتلكوا مهارات حياتيه ايجابيه جدا لتنفعهم في مستقبلهم. طبعا هذا ماشي غريب على اقليم تيزنيت، لان النسيج الجمعوي المهتم بالمسرح ومهتم بمختلف اوجه الحياه المدرسيه الحمد لله كيواكبنا في جميع الانشطه ديالنا، واللي شفنا اليوم اساتذه واستاذات مخرجات ومخرجين كيبذلوا مجهود مع تلاميذ. وما افرحني كذلك ان جوج ديال التلاميذ اول مره كيوقفوا على الخشبه وكيقوموا بواحد الاداء متميز، وهذا دليل الحمد لله على حسن التاثير. نتمنى ان هذا النشاط هذا وامثاله انه يشمل جميع المؤسسات بدون استثناء باش تكون عندنا حياه مدرسيه نشطه فعلا. وشكرا لكم. إذن اليوم نحن في إقصائيات الإقليمية للمهرجان الوطني للمسرح الفردي المونودراما الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية في إطار استراتيجية تشبيك الموضوعات للأنشطة الإبداعية الثقافية والفنية، وفي إطار تنزيل المشروع العاشر ضمن مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين. هذا المهرجان الذي يستمد أهميته من أهمية فن المسرح كدعامة وحامل للقيم وحامل للقيم الفنية أساسا التي نسعى إلى ترسيخها في نفوس متعلمينا، وكذلك هو فرصة وأداة وآلية لجعل هؤلاء المتعلمين يعبرون عن كوامن شخصياتهم وتوجهاتهم الفنية والاجتماعية والثقافية، ويفشرون كل طاقتهم الإبداعية في الإبداعات التي نشكر السادة الأساتذة والأستاذات منسقي الأندية الفنية على تأطيرهم لهذه العروض. معنا ثلاث عروض مسرحية تهم مدرسة الجماعتية تغمي للا أسماء تغمي، والإعدادية مولاي رشيد ثانوية مولاي رشيد الإعدادية، وثانوية الحسن الثاني التأهيلية. عروض كلها يعني بانت عن أن السادة الأساتذة قاموا بمجهود كبير
في تأطير تلامذتهم، وكذلك أبانت عن أن الطاقات كامنة في هؤلاء المتعلمين، يعني وهم يعلنون أنهم مستعدون لكي يحملوا هذا المشعل، مشعل هذا الفن، انطلاقا من المؤسسة. وهذا ما تسعى إليه استراتيجية تشبيك الموضوعات للأنشطة الفنية للكشف عن هذه الطاقات وتأطيرها في الاتجاه الصحيح. شكرا. السلام عليكم، معكم هدى العمراوي من مؤسسة مولاي رشيد الثانية إعدادي، اللي شاركت في مسابقات المسرح الفردي من إخراج أستاذة مليكة العجاج. مثلت مسرحية بعنوان من أنا، واللي كنت فيها أنا كنت كمثل الشخصية تاع كورونا. وبهذه المناسبة كنشكر كاع جنات التحكيم وكاع اللي حضروا معنا في المسرح، وكنتمنى التوفيق اللي يربح في المسابقة. اسمي سعيد بوش، أرى قراءة عن مدرسة جامعية تيرمي. اسم رحيات إيقات تامو كريستن تيتريت. المنتجين إيقات السعادي البقسي. ما الدورة دي لا بحا الدورة الأب زوي، الأم زوي، الحجة زوين تيتريت. إذن الاسم عادل البقسيم، أستاذ التعليم الابتدائي بالمدرسة الجامعية لالا أسماء تيرمي. احنا اليوم هنايا في إعدادية مولاي رشيد في تيزنيت في إطار مشاركة ديال سعيد بوفوش، واحد التلميذ معنا اللي عنده الموهبة في المسرح، وشاركنا بواحد المسرحية اللي سميتها تامو كريستن تيتريت، اللي هي عقدة تيتريت. كنشكروا الإدارة المؤسسة المدرسة الجامعية لالا أسماء في شخص مديرها اللي وفر لنا الظروف باش ننجو هذه المسرحية هذه، ونتمنوا التوفيق للجميع إن شاء الله باش نوصلوا هذه المواهب هذو الصاعدة إن شاء الله للمستوى أكبر، اللي يقدروا إن شاء الله يكون واحد المستوى أكبر في المسرح. هذه مبارك العواد مثل الثانوية هيليا الحسن الثاني، داري سكرة المسرحية اللي كان سماس العنوان السكراف نوم المد، يرسوال في المعاناة التلميذ داخل الحجر الصحي حماسو قوس لنديتنس وحماسو قوس البيتنس، خصوصا التلميذ اللي كان نازور يا ريسكار الموهبة الفن، درس مشكل الحاج، درس المسرحية، درس اشكال المسرح، درس ترسم الفن. بعد المعاناة التلاميذ اللي لان حماس الحجر الصحي، سكان حماس الحجر الصحي ودرس لان من ناحية التليفون، لا من ناحية البيسي، لا من ناحية مشكل الأمور اللي كانت تكنولوجيا، أرسوا أنت في البعد الأم اللي لاميد بنتني يفعلان حماس كانت تمازير تنعتكر لمدينة تضنين بنتني حماس، وكان يروف أنا تزرن ويدين صار زران غير حماسنا عن بعد كالزران. وكان لإخراج المسرحية الأستاذ رشيد القرش حماس التنمية هيليا الحسن الثاني، على سبيل النص من تأليفينو، ولكن تنقيح قام الأستاذ سير عن التنمية هيليا الحسن الثاني. تقدمنا اليوم في إطار المسابقة الإقليمية للمسرح الفردي في نطاق المهرجان الوطني للمسرح الفردي الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية. تقدمنا بمسرحية فردية من إنجاز عبد ربي بمعية التلميذ مبارك العواد، المسرحية تحت عنوان إسكراف نون المد، أو بالعربية قيود تلميذ. هي مسرحية تحكي عن مجموعة من الإكراهات التي واجهها التلاميذ خاصة في بداية فترة الحجر المنزلي، بما في ذلك يعني إكراهات التعليم عن بعد والوسائل التي تتطلب هذه العملية لكي يواكبها التلميذ، يعني مسألة التعبئة، مسألة ديال عدم توفر حاسوب، عدم توفر تابليت إلى آخره، طريقة التواصل مع الأساتذة، دور الموارد الرقمية إلى آخره. يعني التلميذ العواد إلى حد ما كان موفقا في إنجاز هذا العرض، وأنا يعني كنت راضيا فعلا على هذا العرض، خاصة أنه الفترة التي أعددنا فيها العرض كانت فترة وجيزة، ونتمنى إن شاء الله ونرجو أن يتحسن العرض، وإذا ضمن التلميذ التأهل إلى الإقصائية الجهوية ونحسن في النص وكذلك في الديكور إلى آخره. وشكرا لكم جميعا.